كالعادة وزي ما احنا متعودين خلونا نبدأ أول فقراتنا بأهم ما حدث من أخبار بالأمس، اللي أولها طبعا الأخبار الخاصة بمؤسسة الرئاسة، لأن امبارح كان في الاجتماع اللي عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي طلع فيه على ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد. وجه سيادته بإنشاء صندوق، الصندوق ده لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديا في مواجهات النفقات والتحديات الخاصة بسائر الأحوال الشخصية. كمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الجهات المعنية بإنهاء إشغال الطرق بالسيارات والمركبات المهملة في مختلف المدن والأحياء على مستوى الجمهورية، والحكومة نفت الشائعات اللي ترددت بخصوص التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي اطلع فيه على ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد. وجه سيادته بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادياً في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية للصندوق ودعمه من قبل الدولة، وده حفاظاً على الترابط الأسري ومستقبل الأنجال. كمان اجتماع الرئيس امبارح تناول عرض تطوير التقني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وربط قواعد البيانات بيها مع بيانات وزارة العدل والمصالح التابعة ليها، خاصة الشهر العقاري والمحاكم والطب الشرعي ومصلحة الخبراء. امبارح كمان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الجهات المعنية بإنهاء إشغال الطرق بالسيارات والمركبات المهملة في مختلف المدن والأحياء على مستوى الجمهورية، واللي بيؤدي تراكمها لازدحام الشوارع، فضلاً عن تصفية مقابر السيارات وتصنيف ما يمكن إعادة الاستفادة منه أو إحالته إلى التكهين والتخريد، وده بالتعامل مع جهود الدولة في مجال تطوير الطرق والمحاور والتنسيق الحضاري للمحافظات. امبارح الحكومة نفت الشائعات اللي ترددت بخصوص التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إنه الكلام ده شائعات، وإنه الموانئ المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك. وكمان أكد المركز إن مشروع القانون بيستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري دون البيع أو التنازل عن ملكية أي من موانئ النقل النهري. امبارح أعلن المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في تقرير حصاده السنوي لعام 2022 إن المجمع أسهم بدور هام وفعال في التوعية بأهمية الحفاظ على الثوابت الدينية ومواجهة الأفكار المنحرفة اللي بيتم ترويجها بين فئات المجتمع لتشكيك الناس في عقيدتهم، وإن وعاظ الأزهر الشريف ووعظاته عملوا 70,350 لقاء للتوعية بالمساجد وقصور الثقافة والنوادي ومراكز الشرطة وأيضاً مراكز الشباب والمدارس والمعاهد والجامعات في مختلف محافظات الجمهورية، وناقشوا من خلالها مجموعة محاور مهمة أبرزها مواجهة الإلحاد والتكفير. أيضا في المحافظات كان في أخبار وأحداث كتير حصلت امبارح، منها زراعة 79,000 فدان من محصول البنجر في الشرقية وتطوير الهوية البصرية في الغربية، أيضا إنجاز 100% من الخطة الاستثمارية لرصف الطرق في 3 أحياء في الإسكندرية، وأخبار تانية كتير هنعرفها مع حضراتكم خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من مطروح اللي تم فيها انطلاق قوافل للدعم الطبي والعلاج المجانية بمستشفى سيوة المركزي، واللي بتستهدف تقديم الخدمات الطبية لأهالي مدينة سيوة والقرى المجاورة. في الشرقية قال المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إنه تم زراعة 79,000 فدان من محصول البنجر ضمن العروة المبكرة من إجمالي 81,000 فدان المساحة المستهدف زراعتها من محصول البنجر السنة دي. في الإسكندرية تم الانتهاء بنسبة 100% من خطة رصف الطرق لهذا العام في 3 أحياء، هم عمرية أول وعمرية تاني وغرب، وده بإجمالي 58 شارع. في أسوان تم تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على مئات المرضى غير القادرين بمستشفى أسوان الجامعي.
في بورسعيد تم طرح وتوزيع 28 طن رز مصري فاخر بسعر 13.5 جنيه للكيلو معبأ طبقا للمواصفات القياسية المصرية. في الغربية عقد المحافظ الدكتور طارق رحمي اجتماع لبحث آخر مستجدات ملف تطوير الهوية البصرية الخاصة بالمحافظة بما يتناسب مع القيم الثقافية والتاريخية، وده بالإضافة للتخطيط لإضفاء الهوية البصرية على كل الملامح المميزة للمحافظة. في الوادي الجديد أعلنت مديرية الزراعة الانتهاء من زراعة 235 ألف فدان قمح حتى الآن بمختلف المزارع والشركات الزراعية الخاصة المنتشرة على مستوى المحافظة.